25 انا قابلت العائلات وحكيت مع الشهود عين على عين مكان الرقم 45. انا اؤكد لك الرقم 45. حطوا في المندوبية ورجعوا للتدريس بعد ما دفع رشوة للولي الضحية الأولى رشوة 13000 دينار. هذه صارت في 2010 العملية. وبالتالي السيد ذي يعرفوه في الوزارة ويعرفوه في المندوبية ووقع التستر عليه. تنسى بالبلوشي، انا ناخذ البلوشي نزيد نخلص عليه. اوه يا سمر انت في بر والتمثيل في بر. كل عام خديم، كل عام ام، كل عام ام، ديما ام. انت في بالك انت اميمه بنت ما ينجم يا اخو حتى واحد من الدومين خاطر كل اخواتها الممثلين. كان جيت في بلاصه رمزي واعطاوك مثلا روبريك هل تعلم تقبل بها ولا لا؟ الحقيقه لا، خاطر ياسر بهيمه ما سمحت. عاشي قد ولسدوني والبروجرام يسلوني سلمني على انت عملت هل تعلم ونجحت، عملت هل تحلم ونجحت، وعملت هل تتحمل ونجحت. ما تشوفش اللي الهال نجحت اكثر منك يا بابا. يما لسمرتوني ديما لاباس مع نوفل الورتاني التسعة خربوعة متاع الليل على التاسعة.